بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد أنت للحمد أهل، ولك الثناء أنت للثناء أهل. نحمدك ونشكرك ونستغفرك ونذكرك ونتوب إليك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. تكلمنا في المجلس الماضي عن بعض المسائل المتفرقة في الصيام، فكنا قد تكلمنا عن شروط من يجب عليه الصوم وأيضا من يصح صومه، ثم تكلمنا بعد ذلك عن المفطرات وبعض الأحكام المتعلقة في عن وقت الفطر وبعض الأحكام المتعلقة في الإفطار وغيرها. ولعلنا اليوم نتكلم عن بعض أو نكمل بعض المسائل التي ينبغي أن نتعلمها أو نعرفها وتكون عندنا مما يجب أن يعرف للصائم والصائمين، حتى يتقبل الله صيامنا ويكون صيامنا خالصا لوجهه، وأن نكون ممن صام إيمانا واحتسابا نبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. السنن، من المهم أن نعرف في الصوم السنن التي يستحب للصائم مراعاتها والإتيان بها، وهي من الأمور التي يحث عليها الصائم حتى يكتمل أجر صيامه ويقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه كما تعلمون الصوم لله سبحانه وتعالى وهو يجزي به، فهو لم يحدد جل وجلاله أجرا معينا للصوم إلا أن الجزاء من الله سبحانه وتعالى، والجزاء من الله عظيم ورحمة الله كبيرة. فلذا ينبغي لنا أن نتعلم السنن، فمن حافظنا عليها فلنا أجر عظيم، ومن تركها فلا شيء عليه وأتى بالواجب فقط. أول السنن التي ينبغي للمسلم أن يطلع عليها وأن يعرفها هو تعجيل الفطر وتأخير السحور. والسنة هي المبادرة في الفطر في أول وقته بعد غروب الشمس مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة. والتأخير، وبعض الناس يعني تجده أحيانا من باب التحرص أو التأكد الزائد، الآن الحمد لله مع وجود الساعات والمؤذنين، متى ما تبين للإنسان أن الوقت دخل فإنه يسن له تعجيل الفطر مباشرة، أيضا تأخير السحور إلى آخر وقت السحر، لأنه مهم التأخير وهو سنة من السنن حتى يستعين الصائم على ذلك. ولا يشترط أن يكون السحور كاملا مؤخرا، فلو أخر له جزءا يسيرا من سحوره كتميرات أو لبن أو ماء أو غير ذلك فإنه يسمى أيضا سحورا وأكلة السحر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وذلك قد جاء في حديث في صحيح مسلم أن مسروقة دخل قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الفطرة يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤجل المغرب والإفطار أو يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله: قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. السحور يا أحبة هو اسم لما يؤكل في السحر من الطعام والشراب، طبعا سمي سحورا لأن نسبة إلى وقته. إذا السنة أن يكون الناس وقت السحر في آخر الليل، وهو سنة مؤكدة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. والبركة في السحور كثيرة، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الأجر والثواب والتقوي على الصوم
ومخالفة أهل الكتاب حيث أنهم كانوا لا يتسحرون. أيضا من فوائد السحور الاستيقاظ وقت السحر والدعاء والاستغفار فيه وصلاة الفجر في وقتها وتدارك نية الصوم أيضا لمن أغفلها وغير ذلك من الأمور التي تجعل السحور من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء. إذن لا يحسن بالمسلم أن يترك السحور، بل ينبغي عليه أن يحافظ عليه ولو جرعة من ماء أو تمرة ينال بها الفضل. من السنن أيضا حال الصيام أن يكثر الصائم من الصالحات، من قراءة القرآن والذكر ولزوم المساجد والصلوات والصدقات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما فيها من حفظ الصوم وتحصيل التقوي على العبادة وحصول التقوى من الله سبحانه وتعالى والأجر. وكان هدي السلف الصالح في هذا مشهور، وتنافسهم في الخير كبير وواضح، وقد كانت السلف رضي الله عنهم ورحمهم مساجدهم تعمر بالطاعات وبالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وكان يشتهر عنهم الصدقات وقيام الليل وزوم المساجد. والحمد لله على ما قدره الله في هذه الأزمة. فالخير والعبادة ليست محصورة في المسجد، بل في أي مكان يستطيع الإنسان أن يتعبد الله عز وجل فيه، فإنه ينبغي أن يجتهد في ذلك وأن يحرص على العبادة، وخاصة في مثل زمن الأوبئة والأمراض ينبغي علينا أن نبتهل إلى الله وأن نقبل على الله وأن نلجأ إلى الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بنا وأن نكثر من الأعمال الصالحات، فإن الله عز وجل ينزل رحمته بالعبادة والطاعة، ينزل رحمته بالعبادة والطاعة. من السنن أيضا للمسلم أن يحفظ المسلم لسانه من الكلام المحرم ومن الكلام الذي يخشى ضرره. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن سابه الرجل أو شاتمه فعليه أن يقول إني صائم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث أحدكم ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل السنة أن يجهر بقول إني صائم لمن سابه أو شاتم أو تكلم عليه؟ نعم، السنة أن يجهر به ليذكر من أمامه وصاحبه بأنهما على صيام، وأنهما ينبغي لهما الكف عن الشر والأذى، وينبغي عليهما أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يتفرقا. وهذا من الأمور المهمة، وإن كان صوم صوم نافلة ويخشى على نفسه من الرياء فإنه لا يسن له أن يقول. الرابع من السنن أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهناك أوراد أيضا وردت كثيرة جاءت في السنة النبوية أن يدعو بها في وقت الإفطار، لأن هذا الموطن موطن إجابة. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث جابر: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. وأيضا من السنن التي ينبغي أن تقال عند الفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الحديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وليس عن ابن عباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والأحاديث كثيرة، ولو اقتصر العبد على ما صح منها لكان حسن، ولو قال ما سبق لكان حسن، فلا بأس أن يقول الإنسان من باب الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وما مضى من الأحاديث والأدعية يدل على الحمد والثناء منه سبحانه وتعالى. هناك أدعية خاصة بالفطر، وهناك أدعية خاصة بعموم الطعام. فأيضا لو قال بعد أن ترفع المائدة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، لا شك أن هذا يقال بعد الطعام ولا إشكال فيه. أيضا لو قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، وقال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، كل هذه أحاديث وردت في السنة النبوية وأدعية جاءت في السنة النبوية، ما قال بها الإنسان فإنه يؤجر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي من السنن التي ينبغي على المسلم أن يقولها بعد فطره، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقه وأنعم عليه ووفقه للصيام. أيضا من السنن الفطر على الرطب، فإن عدم الرطب فالتمر، فإن عدم فالماء. وهذا هو السنة، أن يبدأ الإنسان إفطاره على رطيبات، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطيبات أو رطبات، فإن قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات مما رضي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ويقال أن الحكمة بالإفطار على التمر أن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد ما ترسله للقوى، والحلو دائما أسرع شيء وصول إلى الكبد وأحبه إليه، لا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها فتنتفع به. فإن لم يكن رطب فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن حسوات مما تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. هنا يعني كلام لابن القيم طويل يذكر فيه أن الرطب مبنية من الحكم في هذا والفطر عليها. وكان يقول ابن القيم رحمه الله: هذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى القبول والانتفاع القوى به، ولا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة وكلام القيم طويل. طبعا إذا لم يجد رطبا فالمقدم بعده هو التمر، فإن لم يجد تمرا فالمقدم الماء عليه لكن ينبغي التعجيل بالفطر. فإن لم يجد ماء ولا طعاما ولا شيئا فإنه يجب عليه أن ينوي الفطر بقلبه، ويكفي هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذه بعض الأحكام المهمة للاطلاع عليها. وهنا لابد أن يعني أن بعد اطلاعنا على سنن الصيام وشروط الصيام وصحة الصيام وشروط وجوب الصيام، أن نعرف هل لأحد العذر في عدم الصيام، أو هل هناك من يعذر عن الصيام. نعم، هناك من يعذر من الصيام،
وينبغي أن نعرف هذا. لكن من توافرت فيه شروط الصيام وصح صومه وجب عليه أن يصوم، ولو أفطر في النهار بلا عذر فإنه آثم إثم عظيم، ولو أفطر في أول النهار ولو أكل في أول النهار متعمدا فإنه يجب عليه أن يمسك ولا يكمل فطر، وإن كان صومه غير صحيح ومخالفته في جزء من الصيام لا يعفيه عن المخالفة في البقية. من أفطر بلا عذر، من أفطر بلا عذر نسأل الله السلامة، من أفطر بلا عذر هل يقضي هذا اليوم؟ وهل نعتبر أو هل يقبل منه القضاء؟ نقول نعم، يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفطره عمدا ومع الإثم ولزوم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، ولأن الصوم باق في ذمته فيجب عليه، يجب عليه إيش؟ أن يقضي صومه، يجب عليه أن يقضي صومه. هل عليه الكفارة؟ هل نوجب عليه الكفارة أو لا؟ لا، لا يوجب عليه الكفارة، لأن هو لم الكفارة لا تكون إلا في من أفطر بعذر، في من أفطر بعذر. وقد جاء في حديث الرجل الذي جامع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي جاء قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقضاء. هناك بعض أهل العلم أسقط القضاء وقال أنها عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها بلا عذر، والكلام في هذا لا يجوز، يعني الكلام في هذا يطول لو دخلنا في مسألة وخلاف العلماء هل العبادة من أفطر بلا عذر هل يقضي أو لا يقضي، كلام يناقش في مكان آخر. هنا نقول قاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين إذا أخرت عن ذلك الوقت بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لكن يجب عليه أداؤها، لكنه يجب عليه أداؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الفطر بلا عذر، هذا هل هناك عذر يباح، أو هل هناك من يباح له الفطر؟ هل هناك من يباح له الفطر؟ نعم، هناك أشخاص يجوز لهم الفطر في رمضان ويجوز لهم الأكل في رمضان. أول صنف ممن يجوز لهم الأكل في رمضان هي الحائض والنفساء، فإنه يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصيام ولا يصح منها لو صامت، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، أو لم تصلي ولم تصم، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، لأن لما في حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما المستحاضة فإن حكمها في الصوم حكم الطاهرات فتؤمر بالصيام، المستحاضة ليس حكمها حكم الحائض والنفساء، إنما حكمها حكم الطاهرات فتؤمر بالصيام وتنهى عن الفطر، هذا وتؤمر بالصيام وتنهى. إذن الصنف الأول ممن يباح لهم الفطر في رمضان أهل الأعذار الحائض والنفساء. الصنف الثاني ممن يباح لهم الفطر أو يجوز لهم الفطر في رمضان أن توجد هناك حاجة ماسة لإنقاذ معصوم، كإنقاذ من غرق أو حرق أو ضياع أو عدو شق عليه الإنقاذ إلا بالفطر، فإنه يجوز له ذلك، بل قد يصل الفطر إلى الوجوب إذا إن كان إنقاذه لا يفوت بغير الفطر، يفوت بغير الفطر. وأما الصيام فإنه يستدرك ويقضي. الصنف الثالث ممن يباح لهم الفطر في رمضان المسافر، والمسافر يشرع له الفطر في حال سفره كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى
من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من في عدة من أيام أخرى. وفي الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. ولذا اختلف أهل العلم على هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل له الفطر. والأفضل في هذه الحالة أن نقول الحكم هنا على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الصوم فيه مشقة لكنها غير شديدة، مشقة غير شديدة، فهنا الفطر أفضل في حقه لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. الحالة الثانية أن يكون في صيامه في السفر مشقة لكنها غير محتملة، لكنها غير محتملة، فهذا لا يجوز له الصيام، فهذا لا يجوز له الصيام. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق على الناس الصوم في سفره أفطر وأمر الناس بالفطر، ثم قيل له صلى الله عليه وسلم: إن بعض الناس صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه وقد ظلل عليه حتى يعني الشمس تبرد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ فقالوا: يا رسول الله، رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم، أو ليس من البر أن تصوموا في السفر، ليس من البر أن تصوموا في السفر. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران من الفطر والصيام، فالأفضل هنا هو الصوم، وهو مذهب جمهور العلماء. وجه ما ذهبوا إليه مبني على ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه أسرع إلى إبراء الذمة وأداء الفرض، فإن تساوى الفطر والصيام فهو أسرع إلى إبراء الذمة وأداء الفرض. الثاني أنه أسهل على المكلف، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من الفطر لوحده، أسهل من الفطر لوحده. الحالة الثالثة أنه يدرك بصيامه الوقت الفاضل والزمن الفاضل وهو رمضان. وعلى هذا نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه صام في السفر عند تساوي الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه صام في سفره وهو مسافر، ونحمل هذه الأحاديث أنه لم يكن هناك مشقة وتساوى عليه الفطر والصيام فصام صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا فيه متسع، فمن أفطر عند تساوي الأمرين فلا شيء عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس سافر في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله قال: والقول الذي تجتمع فيه الأدلة هو أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعرفها عندما يباح الفطر للمسافر: متى يفطر المسافر؟ هل يفطر من بيته إذا نوى السفر؟ هل يفطر إذا ركب الراحلة؟ هل يفطر إذا خرج من المدينة؟ نقول: لا يفطر المسافر في رمضان حتى يشرع في السفر ويفارق البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر حين خرج من البلد، فلو فارق عامر البلد يريد السفر فله الفطر، ولو كان يرى البيوت من بعيد الشاهد أنه لابد له أن يفارق البنيان، لما روى ابن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
في سفينة من الفسطاط في رمضان، قال فرفع ثم قر فرفع 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 ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. ولأن الإنسان أيضا يترخص برخص السفر من فطر ونحوها ما دام في بيته ولو كان عازما، الإنسان لا يترخص برخص السفر من فطر ونحوها ما دام في بيته حتى ولو كان عازما على السفر، لأنه ليس مسافر وإنما هو مقيم، وإنما هو مقيم. فالمسافر يترخص برخص السفر، المسافر الذي يترخص برخص السفر من أفطر في رمضان وقصر وجمع للصلاة لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يخرج من البلد، هذا له الفطر لأنه مسافر. الثاني أن يشرع في السفر لكنه ما زال يرى البيوت والمزارع لكنه انفصل عنها، أيضا هذا له الفطر. الحالة الثالثة أن يعزم على السفر وما زال في بيته بعد، هذا لا يجوز له أن يترخص في السفر، لا يجوز له أن يترخص في السفر. ذكرنا أربعة أصناف ممن يجوز لهم أن يفطروا في رمضان وهم من أصحاب الأعذار. الصنف الرابع المريض، فالمريض يجوز له الفطر في رمضان لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض أيضا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يتأثر بالصوم كالزكام اليسير والصداع اليسير ووجع الضرس ونحو ذلك، هذا لا يحل له الفطر لأن هذا المرض لا يؤثر على صيامه، فهو لا يؤثر على صيامه فهو مثل الصحيح يلزمه الصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ولا يضره الصوم، فالسنة هنا في حقه الأخذ بالرخصة وأن يفطر ولو صام فلا حرج عليه، ولو صام فلا حرج عليه. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره، كمن به الآن من أصحاب الفشل الكلوي نسأل الله السلامة أن يعافيهم، نسأل الله يكتب لهم الشفاء والعافية، أو مرض السكر الذي ينخفض انخفاض شديد ويكون فيه تذبذب، فهذا يحتاج إلى تعاطي الدواء في رمضان أو يحتاج إلى الأكل أو شرب الماء، ويضره تأخير الدواء أو يضره تأخير شرب الماء أو يضره الأكل، هذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، هذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا ينبغي أن ينبه المرضى في هذه الحالة أنه لا يجوز لهم الفطر، وأن الله عز وجل لا يضيع أجرهم، وأنه يحتسب أجرهم كما كانوا يصومون في السابق، لأن المؤمن إذا انقطع عن العبادة لعذر فإنه يعطى أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من ما يدل على أو وهذا مما يدل على أنه يؤجر الإنسان في هذا وأنه لا حرج عليه، وأن دين الإسلام دين عظيم يرفع الحرج عن الضعفاء والمرضى. الصنف الخامس ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان المرأة الحامل والمرضع عند وجود الضرر بالصوم. فالحامل والمرضع إذا كان يلحقها ضرر ومشقة في الصوم فيباح لهما الفطر إلحاقا بالمريض، والأدلة العامة في الرخص تشهد بذلك على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما. ومروي أيضا عن عمر وابن عباس أنه أجاز للحامل والمرضع أن تفطر وتقضي يوما مكانه سواء خافتا على نفسهما أو على ولدهما أو عليهما جميعا. هل يجب على المرضع أو الحامل إذا أفطرت أن تطعم مسكينا مع القضاء؟ نقول على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تخاف على نفسها
فهذه عليها القضاء فقط دون الإطعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى القضاء على من أفطر بعذر، ولم يأمره بالإطعام. الثانية أن تخاف على نفسها وولدها جميعا، وهذه الحالة أيضا مثل الحالة السابقة، فيها الإطعام فقط. الحالة الثالثة من الحالات أن تخاف على ولدها فقط، فتخشى إن صامت أن يلحقه الضرر لنقص الحليب ولا تجد بديلا كافيا. فجمهور العلماء أنه يلزمها القضاء وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويستدلون بذلك بما جاء عن ابن عباس لما قالوا: على الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحامل أو الحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو قتادة: قال داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا. وبهذا نكون قد انتهينا من كامل الأعذار التي، أو من كامل أهل الأعذار الذين يجوز لهم الفطر ويباح إلي ويباح لهم في نهار رمضان. إن أسلم الكافر أو طهرت الحائض، يعني من انقطع عذره، إن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون، فإنه يلزمهم الإمساك. من صار من أهل الوجوب أثناء النهار، من تحول أثناء النهار فأصبح من أهل الوجوب، فإنه يجب عليه أولا الإمساك لزوال المانع وحرمة الزمن، الثاني قضاء ذلك اليوم لعدم توفر إيش؟ النية، لعدم توفر النية، لعدم توفر النية من أول النهار، والأكل في أوله، والأكل في أوله. ولهذا لو بلغ الصبي أثناء النهار فإنه يؤمر بالإمساك وقضاء الليل، ولو أسلم الكافر أثناء النهار فإنه يؤمر بالإمساك عن المفطرات لحرمة الزمن ويؤمر بالقضاء. وأيضا الحائض إذا طهرت أثناء النهار فإنها تؤمر بالإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم. وكذلك المريض لو أفطر أول النهار ثم زال عذره الذي أفطر من أجله فإنه يؤمر بالإمساك، وكذا المسافر لو أفطر أثناء النهار ثم وصل إلى بلده فإنه يؤمر بالإمساك، وكذا المجنون لو عقل أثناء النهار وزال جنونه فإنه يؤمر بإمساك بقية اليوم وقضاء اليوم الذي أفطره هذا اليوم. إذن كل من زال عذره وأصبح من أهل الوجوب فإنه يؤمر، فإنه إيش؟ يؤمر بالإمساك ويؤمر بعدها بالقضاء. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا حسن الصيام والقيام. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.